مال حبيبي سعد المجرد اللي في المرتبة الثالثة من توب أرابيكا، ويمكن لكم تصوتوا الضيف موزايك اليوم هو السي المهدي باش يدخل هذا الأسبوع لتوب أرابيكا بقطعة عمري تونايت. وعلاش الله نلقاوك في المراتب الأولى نمبر وان؟ إيوا الحمد لله. ديجا لا شونسون جبت توت ألوغ نبارلي ديال الترتيب تو سا c'est que la chanson elle est en téléchargement légal sur 150 sites à l'échelle internationale, yani tout ce qui est les chaînes d'El Virgin Megastore, Sony, BMG, Universal, ce qui fait elle était classée comme premier les chansons les plus les chansons orientales la plus écoutée. Tabarkallah. Voilà, j'ai quand là avec le listing. Non, regarde, les gens quand ils m'ont appelé, j'ai pas cru. Très sur des sites, alors fait pas de iTunes et tout ça. كاين واحد لا روبريك سميتها كود كور شانسون لا بلوز ايكوتي. الناس اللي كيسمعوا ليها بزاف كيدخلوا كيسمعوها ماشي تيليشارجمون كيدخل كيسمع سيتي بارمي كلاسات الاولى في لي شانسون لا بلوز ايكوتي اي با اك ليسبريتو و سا مفي بليزير باسكو مع دابا هادشي هاد ستيل اللي كندير انايا واللي كيدير سعد واللي كيديروا كاع الدراري تو سان ستيل كي اكسيسيبل لترونجي. نعم حيت لا ميم شوز سا بو اريفي ا تول موند فهمتيني، يعني فيت في تو هاد لا موسيقى اللي كنديروا سي الموزيك ماشي مغربيه بور لو ماروك خارج من المغرب مي بور العالم. العالم سي سي تري بيان. تبارك الله عليك. انت يا الناس بزاف الناس يعرفوش بانك تتغني وتتكتب كلمات، كذلك عندك مشاركات في الموسيقى ديال الافلام في دي تيلي فيلم بحال صافي تشرب. صافي تشرب مع ادريس الروح ونهار تزاد تفضو ديال رشيد الوالي. يعني السينما انت يا معاها ولكن باقي غير بالفن. ها بالفن هي تتشوف فيكم تتشوفها مازال ما لقيتوش. بقينا كنشوفوا. بقيت تتشوفوا. حنا كنشوفوا. باقي حتى ما وصلتوا لفتره الخطوبه باش توصلوا. لا لا بقينا كنشوفوا بور لانستون مزيان. علاش خايف من السينما ولا خايف؟ Je crois que c'est un métier, واحد اخر و كنبغي نكون vraiment prêt. Ou je suis pas pressé pour l'instant. Je préfère finir ce que j'ai à faire parce que باقي ما عطيتش والو في الموسيقى يلا بديت. J'ai encore beaucoup de choses à donner. Par contre, je peux faire cinéma فخدمتي يعني في الموسيقى في les histoires ديالي. Les storyboards ديال لي كليب aussi. Voilà, les storyboards ديال لي كليب, les tournages, je peux faire que ça chez حاجه ديالي انا cinématographique. C'est ce qu'on va faire في le clip, le prochain clip ديال لي غندير ان شاء الله مع سامي اقريو. Ça sera vraiment un truc très très drôle et ça va parler d'un coup qui les مجموعين avant après le mariage. Je me suis mis à l'ordinaire. Et ça va se tourner dans les dans on va dire le décor des années 60, là les habits des années 60. Ça sera vraiment très nostalgique. Donc les mariages inchallah. Ça sera un couple original. Inchallah. حنا تنهضروا على السينما ونبغي نذكر بان توصلنا بواحد الكومونيكي دو بريس يواصل المهرجان الدولي للفيلم مراكش دعموا المواهب من خلال تكريم صناعة السينمائية للدول السكندنافية. هاد العام غادي يكون تكريم المخرجين ومنتجين برئاسة المخرج الدنماركي بيل أوغوست الحاصل على مرتين على جائزة السعفة الذهبية مهرجان كان بفرنسا وبجوج أفلام بيل لو كونكيرون اي دو بيست مونشن. ستقام هاد الدورة 13 للمهرجان الدولي مدينة مراكش غتكون بين الفترة 29 نوفمبر و 7 دجنبر من 29 ل 7 دجنبر. اذا فعاليات الدوره ديال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. حنا غنواصلوا معك، انت متغنيتي كل المواضيع وغنيتي كذلك الكره، عندك مع الكره ولا الكره بيس ولا تتهضر؟ انا ماشي كويري يعني بون. انا ملي كنت صغير كان كيعطوني ديما حارس يعني كيف يعني جو با بري بيان لو فوت يعني كيعطيك حارس شي واحد يعني صافي انت حبس وسكت هذه وحده. مي جو سوي كونسيرني بار سا اوتون كو ارتيست. ملي كنشوف الكره ملي كتشوف ما كتبقاش كره كتولي فوضى. ce qui fait dernièrement en Casa كانوا بزاف ديال المشاكل هذه ماشي بزاف ولا لا 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 الماتش ملي كتسالي كره كتولي فوضى من داك الروح الرياضيه وداك هذا ما كتبقاش كره كتولي حاجه اخرى. ce qui fait j'étais touché par ça et j'ai fait une chanson qui parle de الكره وكنضرب العمق يعني الكره اللي كتكون كتلعب في الدروبه منين كتبدا بحال البرازيل تبدا من الزنقه الكره كتبدا من اللي كيلعب حدا دارو حتى كدا الصباح كيولي كيلعب في ستاد محمد 5. يعني j'ai parlé de ça, j'ai parlé du foot خصنا نحترموا الكره كرياضه ونحترموا لي ستاد ديالنا حيت التيران ديالنا راه بحال اللي قلتي داري خصني نتهلا فيه
والكره سي بور تو لو مون سي بور لي لي زونفون سي بور لي فام سي بور لي زوم سي بور كل كاع توت اج يعني خصنا فريمون يفو ريسبكتي لو سبور باش نقدروا اون بلوس دو سا سي كل كره اون سو مومون سي ليماج ديال المغرب ملي كدير شي حاجه خايبه في الكره اوتوماتيكمون كتهرس ليماج ديال 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 ديالك انت اترافيرس مرايا حيت ندم ملي كيتفرج في ماتش دو فوت مثلا العالم كله كيشوف مثلا تكون لعبه شي فرقه وطنيه مع العالم كله كيشوف كاع الاذاعات كيشوفوا ملي كتنوتي فوضى العالم حتى هو كيشوفها كيف ما كيشوفوا الاهداف يقدروا يشوفوا حتى المشاكل فوضى. يعني جو بريفير انا يا بنادم يكون شويه مسؤول وخاطر الشغب واعي حيت حنا هذا سي ان سبور ماشي حرب حنا كيدخلوا داكشي ديال انت هذا وانت رجاوي انا ودادي انت طنجاوي انت تطواني حنا كنا مغاربه ليسونسييل اون في دو سبور خاصنا تكون فرجه كرويه فرجه كرويه انا خصني نشوف انت كيفاش كتلعب ماشي كيفاش كتضرب هذا هو اللي كاين وخرجت اجي تاتي غي باغاد لو سوجي كامل وجي في والاغنيات كره نعم اذا غنستمعوا لها كره اللي سلمي دي وراجع لكم المهدي ما سخيناش بك الوقت يدوز دغيا 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 معاك حاولنا اننا نمشيو شويه شويه نتعرفوا على المسيره الفنيه ديالك تبارك الله طويله وحنا كنا فرحانين انك كنت ضيف ديالنا بليزير بارطاجي انت راك عارف الله يحفظك انا اول مره شفتك انت عايش تكون 2001 في فيستيفال صويره اكزاكتومون دغناوه غناوة ليديسيون اللي كان جا فيها شاب مامي شاب مامي اكزاكتلي انا عقلت ما فين اول مره غنشوفك تلبس واحد السروال اون بلون اون سوا ولا هذا يا تخيل اون لان اون لان بغيت نقول لك اون سوا تاعنا اون لان وكنتي قدمتي كود بونكر ديالي ماشي بحال ديالك لا سوا انا بغيت تكمل كيفي جو مي رابيل سيتي لا بروميير فوا جو في تو فوار بارك الله المهم احنا جددنا اللقاء وجددنا الحمد لله الحمد لله هادي ما نتلاقاو ماشي زعما غير هي الفرصه مع ميدي ان عمري ما جيت لميدي ان راديو سي لا بروميير فوا ميدي ان تي في سي بليزيور فوا مي ايتي سي لا بروميير فوا اي سا مي في بليزير جو سوي فريمون كونتون ياك عجبك الحال غتعاود ترجع لعيطنا لك بالفرحه افيك بليزير الله يا ودي انا تو سي انا افيك لي راديو لي راديو سي افيك لي راديو كو جو ديجاج مون انرجي ما ميوزيك يعني الانرجي اون لا سونتي فوالا اكزاكتومون اي جو تيان اوسي ا رميرسي ان بيتي رميرسيمون لا كان بخا شويه الوقت باقي عندك tous ceux qui m'ont aidé من لو ديبي ديالي حتى لدابا ما فامي جو رميرسي tous الناس اللي عيطوني دابا حميد التوسي سعيد مسكير سعد المجرد نبيله معان الناس اللي عيطنا لهم حتى هما وما ما قدروش يجيو بحال حسن الفاد دي توسا كريم سلاوي moi je remercie tous ces gens là parce que aussi je vous dis le duo que j'ai fait avec je t'ai pas parlé que j'ai fait un duo aussi avec Abdrahim Souhairi sur une chanson qui s'appelle Bladi, ce qui fait c'est la même chanson Bladi, il y a deux versions, on fait à Bladi version solo et version duo. La version duo, inchallah. Ce qui fait je remercie Ednes Kemlin, je le remercie du fond du cœur qui ont cru en moi, qui m'ont vraiment supporté. Et ça là vraiment je suis quelqu'un de très difficile près d'un petit. Les années quand même là où chercher comme aïe de l'aventure au comme à la fin et je remercie Midi 1 pour être l'invitation je remercie mon tasser bien sûr tout le staff assisté de musique et que d'arôme les rasques j'ai parce que rasques j'ai ou j'ai dit j'espère même d'un petit j'en ai gagné je suis très content j'adore Midi 1 barak Allah j'adore on va dire que j'ai Midi 1 donc غادي نختم معاك هذا اللقاء بالقطعه اللي زوينه مع حسن الفدي هي كلشي في كازا سوبر كلشي في كازا لا فيريتي سي ما فيل سي لا و جيتي باسكو مو شوي حي محمدي حي الحكام اكزاكتومون حدا لونسيان usine ديال واحد الماركه ديال المونادا معروفه اي اسكي في سي لا با او جي غراندي ان فيت جي سي با بوكو مي كاع لي ارتيست خرجوا من الحي محمدي اسكو سي ان زار ولا باسكو سيتي لو سول كارتي بوبولير دو ليبوك سيتي لو سول غران كارتي بوبولير يمكن ديال كازا Et c'était un hommage que je voulais rendre, moi et Hassan Fad, à cette grande ville, à cette grande belle ville. Et voilà, et je dis merci à Hassan, et je dis merci au public qui a accepté avec la chanson et qui a adopté la chanson. Et voilà, et je remercie tout le monde. Et je finirai jamais de remercier Nes, en fait, l'artiste Raoul Nes, tout simplement. سي ميدي وانت ضربها برقدها هي هي ما عرف هالشي باش مقلوبة زمان
الهيبيزم سايب ماتت خرج للدورة وشوف الأفات